يا سيد. كده خلاص قالوا لي من يوم السبت، وبعدين قال لي روح انت طب ما هو قال لنا بالبيت. النهارده يوم احنا بنقوله يوم تاريخي، علشان ما حصلش من 600 سنه الكلام اللي بيحصل ده. فاحنا بنقول الديمقراطيه من هنا، وطبعا ما فيش شك انك انت تنزل ترشح، يبقى فيه مش رئيس واحد، يبقى فيه كذا رئيس. فالنهارده الشعب بيقول النبض بتاعه، نبض الشارع. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ربنا معاك يا عم. احنا قطعنا الاستفتاء لاننا نعتقد باعتبارنا حزب ليبرالي وحزب دستوري اننا لا نستطيع ان نشارك في مهزلة دستورية. ما يحدث هو مهزلة دستورية بمعنى الكلمة، لان الاستفتاء المعروض هو استفتاء غير دستوري. احنا نرفض ان نشارك فيه، نرفض ان نكون جزء منه، نرفض ان نشارك في تضليل الناس. يجب ان نصارح الناس ان الذي يتم الان ليس تعديلا صحيحا ل 76، لكنه تفريغا لمضمون هذه المادة مما كان ينبغي ان يكون فيها من اصلاحات دستورية. الوضع الناس بين خيارات صعبة، بين خيارين كلاهما مر، جعل الناس تقاطع الاستفتاء على هذه المادة، وقطعت الأمل عند الناس إن ما من تعديل يجري في مصر إلا إلى الأسوأ. فبالتالي الناس انسحبت برا الحياة السياسية عبر حياة طويلة من التزوير والتزييف والديكور والشكل التجميلي، بعيد عن أي تحسين حقيقي للحياة السياسية المصرية.